طب انا هنا يمكن عايز ارجع لدكتور امال عبد المولى، يمكن للاسف اقول واخيرا نعود الى دكتور امال عبد المولى لانه يمكن الوقت جري بينا بسرعه يعني. بس هنا بقى في حاجه مهمه، بعد ما نطلق عليه الطفل في بقى المرحله بتاعت مرحله المراهقه دي اعدادي وثانوي، فساعات تلاقي الولد او البنت بيقرر انه يمارس موهبه ما او هوايه ما وما كانش ليه فيها خلال الست سنين الاولى ولا الثمان سنين الاولى، اولى حضانه ثانيه حضانه وست سنين ابتدائي. فساعات نلاقي ردود الفعل بتاعت الاب والام من امتى؟ بقول لك ايه، ركز انت عندك اعداديه، ركز انت عندك ثانويه عامه، انا اتعامل ازاي وفي نفس الوقت اضمن انه بيذاكر واخد باله من انه عنده الشهاده الاعداديه او شهاده الثانويه العامه؟ هي دي برضو غلطه بيقع فيها الاباء والامهات في الاسره، انهم بيكفوا كل الهوايات او المواهب بتاعه الطفل فتره بتاعه التلميذ يعني فتره الامتحانات. يعني لو كان مثلا بيشترك في لعبه رياضيه يجي ايام الامتحانات يقول لك ما تروحش التمرينات. ليه؟ عشان ما تضيعش الوقت، ما تتفرجش على التلفزيون، يبقى هنا بنعمل له حاله ارهاب في البيت. ليه؟ عشان في امتحانات، يبقى انت كده بتضغط عليه نفسي بوتره وبتوتره، وفي نفس الوقت بتحرمه من الحاجات اللي ممكن تديله حاله من السلامه النفسيه والهدوء ويعمل فيها ريستارت لنفسه ويرجع تاني يذاكر بشكل. يعني ده مش تضييع وقت؟ لا مش تضييع وقت، بالعكس، هو لو قعد طول الوقت مكبوب على المذاكره يبقى هو هنا ممكن الدماغ بتجي لها وقت بتفصل عن المعلومه، والمعلومه بالتالي مهما قرا ومهما ضغط على نفسه مش هيستوعب. يبقى انا لازم اعمل فصل ما بين الاكاديمي وما بين المهام اللي عليه، وادخل حاجه هو حاببها، زي مثلا لو رايح تمرين لا روح تمرين، العب لعبه رياضيه، لا شوف حاجه في التلفزيون لمده مثلا ربع ساعه، لا قوم غير مودك، خد شاور، اشرب حاجه، جدد، اعمل. فده محتاجينه جدا، فيجي الاب والام بيعملوا ارهاب، وخصوصا في الثانويه العامه ارهاب في البيت، ويقفلوا كل حاجه ويقعدوا معزولين عن الجيران ومعزولين عن الأهل. الجملة الشهيرة احنا ثانوية عامة يعني معسكر. فانت هنا بترهب التلميذ، يعني هو حتى لو عنده جزء من التوتر انت بتزود التوتر، لو عنده جزء من القلق انت بتزود القلق. فاحنا بنناشد الأسر يا جماعة رفقا بالتلاميذ، رفقا بأبنائكم، ادوهم هم فرصة انهم يعتمدوا على نفسهم، يعتمد على نفسه في إدارة وقته، ان هو يعمل جدول لمذاكرته، يعتمد على نفسه في الراحة، وانه يدي لنفسه بريك ولو ربع ساعة ما بين المادة والتانية أو ما بين العمل والآخر، عشان يجدد نشاطه مرة تانية ويرجع بحالة أكتر يقظة وأكتر استيعاب من الحالة الأولى. فده خطأ مش عايزين نقع فيه.